بصراحة زكريا طريقتك معانا بقت مفضوحة قوي. أبوك الله يرحمه عينه كانت علينا واحد واحد، بس احنا ما كناش بنعرف. بس أنا المرة دي بقى كنت عايزكوا تعرفوا عشان تيجوا ونقعد القعدة دي هنا ونعرف مين معانا ومين علينا. مش بلاش طريقة الكلام ده يا زكريا، علينا ولينا وتحتينا وفوقينا، احنا مش جايين نلعب. لا احنا بنلعب لعبة كبيرة كمان، بس نبقى قدها. انت داخل داخلة مش حلوة برضه يا زكريا، على الأقل يا أخي راعي فرق السن اللي بيننا كلنا. سن ايه؟ ده احنا كلنا بنقول يا هادي، احنا عايزين هديدة هنا وسرور. مفيش حد علينا يا زكريا، انت طبعا عارف يحيى اخوك الكبير صح؟ طبعا الحاج كان حكي لي عنه كل حاجة. مش انت يا يحيى برضو مكان متولي؟ نورت بيت ابوك يا يحيى. نور بصحابه يا زكريا. لو كان ابوك رعاه شوية يمكن كان هو اللي قاعد مطرحك دلوقتي. طيب عشان نجيب من الاخر، انتوا هنا موجودين عشان نجدد العهد. الفاتحة اللي قريناها ايام ابويا الله يرحمه النهارده هتتقري مرتين، مرة على روحه والمرة التانية عشان الكبير اللي هو اختاره، ونقراها ثلاثة كمان على روح اي حد فينا يخون يا زكريا. ما بلاش الفاتحة خالص ونعملها شبكة وكتب كتاب. هاشم بيه، من الواضح لحضرتك اللي بتتكلم بلسان الجميع، في اي حد عنده اي تعليق قبل ما نقرا الفاتحة؟ ما نقرا الفاتحة ونستهدى بالله ان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة بأمر الله. توكلنا على الله. آمين. ايه يا يحيى؟ انت مش حافظ الفاتحة ولا ايه؟ لا مش للدرجة دي، انا قريتها في سري. وماله؟ العملية الجديدة أول ما توصل المخازن هنبلغكوا عشان تيجي تستلموا حصتكوا كالعادة، وبعد كده تبتدوا توزعوها. الدفع المرة دي هيبقى بعد التسليم، بس من العملية اللي جاية هيبقى في اتفاق تاني خالص. طيب نقوم بقى، ورانا أشغال ما احناش فاضيين. يلا يا يحيى. نورتوا بيت العطارين. بنورك يا زكريا. فتحي استنى، عايزك ما تمشيش. طب استنى. هاي ايه رايك بقى في اوضتك؟ على فكره انا اللي مروقها لك بنفسي، رجعت لك كل حاجه مكانها بالظبط. فاكر السرير ده يا صالح لما كنت تفضل سهران عليه طول الليل وفجاه يطلع لك عفريت من هنا؟ هنسى ازاي والعفريت واقف قدامي اهو. بس العفريت ده انا اللي كنت بعمل له ضفاير وهو صغير. كل حاجه لسه زي ما هي، حتى اللوحه دي بالناس اللي فيها كنت بخاف وانا نايم يطلعوا عليا يقتلوني. وحشتنا يا صالح. وانتوا والله وحشتوني جدا، وحشتني ايام زمان، ايام ما كناش بنفكر في حاجه غير النهارده. كان العالم بتاعنا محدود وصغير، ايه اللي كان بيفرحنا؟ اللعب والخروج وهزار ابوكي معانا والهدايا اللي كان بيجيبها لنا الله يرحمه. لكن دلوقتي بقينا بنفكر في كل حاجة، بنفكر في امبارح اللي بندفع ثمنه وما لناش ذنب فيه، وبنفكر في النهاردة علشان بكرة اللي مش عارفين هيجي عامل ازاي. هيبقى أحلى يا صالح بإذن الله. متأكدة؟ أمشور؟ أمشور؟ طب هاتي بوسة يا أمشور. لا شيل بيه شوية لأني طولت في الفترة اللي فاتت. شطورة يا سلمى. انت اللي وضبتيها لوحدك؟ والله مش واثق، حاسس ان شغاله مش شغالات امال هضبوها. بقول لك ايه؟ مفيش غيرك قدامي، انت اللي هتفهميني. ها؟ امسكي يا ستي. ما تكسفينيش بقى. قول لي يا فتحي،
هو الحاج زين العطار الله يرحمه قبل ما يموت كان زعلان منك ليه؟ لا ده كان فاهمني غلط. انت عارف الرايق عمره ما زعل حد. زين العطار كان فاهمك غلط؟ ما توزن كلامك يا فتحي. لا ما اقصدش، بس انت عارف كويس ان ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال في حالهم، وانت عارف انا ابن حلال من صفي. ولاد الحرام دخلوا بيني وبين الحاج الزين، انا قلت اسيبه يومين يروق وبعدها ارجع ابوس راسه واستسمحه، انما القدر لم يمهلني. الوقت دخل سابق معايا وكسب الماتش. فوت الموضوع ده يا زكريا، ده الحاج زين فات الدنيا كلها. افوت ايه؟ انت مش عايز نفهم ايه اللي بيحصل حواليا ولا ايه؟ الموضوع خلصان ومتقفل وفي المخازن، هنفتحه ليه ونعك نفسنا تراب؟ وان كان على البوس اللي حبوسها على راس الحاج اهي. قط. طيب انا استاذن انا بقى، والمسامح كريم، وانت ابو الكرم. سلامات. شرفت يا فتحي. ايوه يا حرب. ايه يا عم بقى؟ هو انت مش ناوي تاكل كلام السكك؟ انا قلت ارجع عليك مت وعفنت وزرقيت. بس تصدق لون ازرق يبقى حلو عليك؟ مفيش منك برباط. بقول لك ايه؟ انا قررت ارسم لك على وشك ابتسامه شبه ابتسامه الجوكر اللي في باتمان، وهو بكده بقى وصلتك للعالميه، وتفضل الابتسامه على وشك على طول. اهي الكحه دي علامة الرضا. معلش يا فوفو ما تزعلش مني، ارد بس على التليفون. ايوه يا بابا. مروان انت ايه علاقتك بابن اخو زين العطار اللي اتاخد من المستشفى؟ مروان اوعى تكون عملت حاجه من غير ما تقولي. لو عرفت انك انت ليك علاقه بالموضوع ده هزعل. انت عارف بابا لما يزعل زعل وحش قد ايه. عارف عارف يا بابا. معلش يا فوفو هنأجل الابتسامة شوية. إياك تبتسم لحد ما أرجع. هزعل. بجد هزعل. الحمامة ماتت. عم سميح! عم سميح! يا عم سميح! إيه يا ابني؟ إيه في إيه؟ في إيه؟ مالك فهمني؟ الحمامة ماتت يا عبيدة. حسن بريء وعم حمزة بريء. يعني إيه؟ فهمني قصة الحمامة الميتة دي إيه؟ عبيدة مش وقته غباء، ركز. أنا جبت الحمامة واكلتها من القمح بتاع عم حمزه، ما حصلهاش حاجه. وانا راجع المطبخ لقيت حمامه بتاكل من شوال غريب في وسط الشويله. اول ما اكلت من القمح الحمامه ماتت. خدت من القمح ده ورحت اكلت الحمامه دي، اول ما اكلت منه برضه ماتت. بص انا مش مترجم حاجه دلوقتي، بس كل اللي عايز اعمله اروح اخرج حسن وامير. يعني حسن وامير هياخدوا بقى؟ ايوه يا عم. اوعى يا عم سميح. عم سميح عامل لك مفاجاه؟ هتضرب لي بعديها تعظيم سلام. ايه؟ المأمورية اتلغت ولا ايه؟ بص بصراحة أنا مقلق، بس أكيد مش هي دي المفاجأة يعني. خمن تاني. بقول لك ايه، انجز وقول من الآخر. الإجازة اللي بعد المأمورية، الغردقة، أوتيل فايف ستار، طيرانك، حريمك، دلعك. عندي واحد صاحبي هناك مظبط لي أوفر ابن لذينة. هي دي المفاجأة؟ ده أنا قلت ترقينا ولا حاجة يا عم. لا، إحنا هنروح نستجم والترقية هتجيلنا على هناك. بقول لك ايه، أنا ماليش في الكلام ده، أنا راجل بتاع شغل يا عم. إيه يا عم أكرم؟ ما تفك كيسك يا عم، أنت بتقبض شوية. يا ابني أنا راجل محترم. بعدين انت شبهه جنائيه، وانت ناسي حاجه مهمه كمان. انا يوم الجمعه الجايه راح اخطب، اروح اقول لها ايه بقى؟ بتفسح في الغردقه؟ طب بص يا سيدي، انت تقرا فاتحه يوم الخميس واحنا بعديها نروح نقضي يومين في الغردقه. ها؟ مش هسيبك. ماشي. يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاثنين ممكن نخرج من هنا نروح، مش كده؟ لا مش كده.
لأنه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاتنين مع بعض أنا مش عايز أروح معاك. اسمع جيل، احنا هنعرف بعض من زمان قوي، مش لسه هنعرف بعض دلوقتي، عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الآخر. من الآخر؟ ماشي. بص يا حبيبي، دي التورتاية يا سليم اللي احنا بناكلها بعد كل عملية، نصها بيروح لزين العطار والربع بيروح لهاشم، وأنا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الأخراني من التورتة. وطبعاً الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجة ساعة هاشم معاه الربع حقه. واحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد، ماشي الكلام، لكن انا بقى مش مستريح وعايز ابقى زي هاشم. ماشي، يعني انت يا جلال عايز حته زياده؟ لا يا حبيبي، عايز الربع، الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. ألف سلامة عليك يا جلال. وعليك حبيبي. أنت شكلك كده في اليومين اللي أنا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي، عشان كده بقى أنا هديلك وصفة من عندي هتستريح عليها خالص. الورقة دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شوية مية وتشرب منها 3 مرات على الريق، مش هتبقى كويس وهتفارقنا، وتستريح وتريح. مش يمكن انت اللي تريح؟ حبل المشنقة مش بعيد تسليم، طرفه في ايد حضرتي، لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمة الجديدة وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، تعبتني حشد الحبل غصب عني. وانت تعز عليا، ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان، مش كده يا سليم؟